وعودة مرة أخرى إلى ضيفنا من القاهرة عبر الستلايت الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. مساء الخير دكتور طارق. لو نتحدث عن تعليقكم حول فوز مملكة البحرين بعضوية مجلس الإنسان. هو بالتأكيد طبعا هو فوز مبهر على كل المستويات، ليس للأصوات الكبيرة التي حصل عليها الجانب البحريني، لكن بطبيعة الحال الأوراق التي قدمها الجانب البحريني أوراق عديدة، جزء منها تعهدات في قضايا حقوق الإنسان، وهي تعهدات وصلت إلى 7 تعهدات كما تعلم، متعددة في مجالات استبقت دول كبيرة في الغرب، وأيضا الخطوات التنفيذية والإجراءات التي تعلقت بالنظر إلى إشكالية حقوق الإنسان. وبالتالي أنا أعتقد أنه دخول البحرين مجلس حقوق الإنسان سيضيف كثيرا في الفترة المقبلة، سيضيف على مستوى الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان، خصوصا وأنه التمثيل على مستوى يعني آسيا وعلى مستوى المناطق الجغرافية المتعلقة بالهادي. فبالتالي نحن نرى أنه هذه المشاركة الكبيرة والفوز الكبير لمملكة البحرين هو تدويج للجهود التي بذلت على مستوى الداخل. هناك تعهدات عديدة التزمت بها المملكة البحرين، نعم. الجهود الإصلاحية التي قام بها جلالة الملك حمد والتي كان لها قبول على كل المستويات الإقليمية والدولية وفي داخل الأمم المتحدة. أعتقد أن الرسالة مهمة، هي ليست فقط التوافق مع مبادئ باريس الحاكمة لإشكاليات حقوق الإنسان ولا الأفكار الخاصة باتفاقيات فيينا وجنيف، وإنما أيضا ارتباطا بما قدمه الجانب البحريني طوال الفترة الماضية في جزء من الخطوات الإجرائية والتدابير التي اتخذت في داخل المملكة. كان شيء مبهر أنها تكون أوراق اعتماد في الفوز الثالث لمملكة البحرين، وهو فوز عربي بالأساس. أنا أعتقد أن ردود الفعل والاهتمام بقضايا حقوق الإنسان لقت قبول كبير على المستوى الدولي، وحضرتك تعلم أن هذا الفوز الكبير في الجمعية العامة هو للبحرين وللدول العربية، وأنا أعتقد أنه إشكاليات حقوق الإنسان العربية والاهتمام بها من جانبنا يضيف إلى هذه القضية بكل طبعا أطرافها سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي. نعم الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، شكرا جزيلا لك.